بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 47. وصلنا أنه يعقوب خد إذن ربنا ونزل مصر بعد شيخوخة طويلة وبعد فترة من العذاب النفسي، لكن نزل وكله فرح انه هيشوف ابنه بعد ما كان مات. برضو الحركة دي او الجو ده قريب لجو واحد رايح السماء. ليه؟ اللي رايح السماء وقلبه متعلق بربنا مهما كان كبر في السن، انما بتبقى فرحته غلبة قلقه انه هيروح يشوف المسيح اللي بقاله سنين بيؤمن بيه واثق فيه ويحبه. نفس الدرجة هيشوف حبايبه اللي سبقوه. ما احنا بالنسبة لنا الخروج من الجسد مش لقاء مع المسيح بس، لقاء مع كل اللي خرجوا من الجسد كمان قبل كده، وبالتالي بيبقى الواحد فرحان باللحظة دي، مش خايف منها منزعج. يعقوب بس كان مستني الإذن، فربنا ظهر له وقال له لا تخف أن تنزل إلى مصر. فزي ما المسيح يظهر لواحد يقول له إيه، ما تخافش من الموت، ده أنت جاي لي وهتيجي تشوف كل حبايبك وتعيش معانا إلى الأبد وتعيش مرتاح. نفس فكرة دعوة يعقوب لدخول مصر. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان وهو داهم في أرض جاسان. برضه يوسف فهم البروتوكولات، يعني إيه نظام مقابلة الفراعنة أو الملوك. مفيش حاجة اسمها مفاجأة كده، لازم يدخل ياخد معاد ولازم يستأذن. وبرضه يجوز فرعون يتعامل بقلق مع رعاة أغنام لأن دول ركس عند المصريين زي ما سمعنا في آخر آية في تكوين 46. فبرضه عاوز يعرف موقف فرعون، يا ترى فرعون هيبقى فرحان إنه يكرم عيلة يوسف ولا يخاف منهم يغيروا تفكيره مثلا ويلعبوا بيه أو يحببوه تاني إنه ياخدوه ويرجعوا كنعان، ويوسف بالنسبة له يعني حياة مصر كلها في إيده. وهو زهم في أرض جسان وأخذ من جملة إخوتي 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. برضو مرضاش يدخل بالعدد كله لأن هو فاهم النظام، واللي يلتزم بالنظام بيبقى شخص مريح حدودا عموما، فواخد 5 بس. فقال فرعون لإخوته ما صنعتكم. طبعا احنا سمعنا قبل كده انه يعني فرعون نفسه كان مرحب بالفكر، لكن لانه اخبره فرعون قبل كده الناس اللي حواليه انه يوسف طلع له عيلة يعني، فهو كان متفق معاهم لما فرعون يسألكم لازم تجاوبوا ان احنا رعاة اغنام تكذبوش، ويخاف منهم عشان فيهم كذب. وفي نفس الوقت ايه يعني هو يحب الصدق ويحب انه يفهم. فقال لفرعون عبيدك رعاة غنم نحن واباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون جئنا لنتغرب في الارض. كلمة جميلة، ما جايين يقولوا احنا جينا نستقر في مصر، لان دي ممكن تقلق فرعون، يكونوا داخلين باغراض تاني. حتى لو داخلين هيقعدوا فترة على الاقل، فترة المجاعة، بس هم في داخلهم صادقين في كلمة جئنا لنتغرب. احنا كده كده غرب، احنا جدنا كبير من قور الكلدانيين من بلاد العراق على ابونا ابراهيم، واحنا عايشين في كنعان عايشين غرب، نقعد في حتة وننقل لحتة تاني، ودينا جايين مصر برضو غرب. دي تفكرني بالناس اللي بتهاجر ويبقى ايه يقعد يتحسر يقول مصر احسن ولا امريكا ولا كندا ولا استراليا ولا. هي الحقيقة هي السماء هي اللي احسن، هي كل ده غربة، كل ده فعلا سيان في الاخر، لانه هي ارض في الاخر، هي ارض
وللرب الأرض وملؤها. والأرض هي هي، يعني الناس فيهم الشر وفيهم شوية فيهم خير، وهتلاقي تجارب وهتلاقي مشاكل وهتلاقي ربنا. فاللي عاوز ربنا ومركز مع ربنا ما بتفرقش البلد كتير، لأن عينه على السم ملوش على الأرض مكان مستقر. ليست لنا ها هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. فيعني بحس روحي كده جاوبوا إجابة تاريخية جميلة، جئنا لنتغرب في الأرض. ما تروحش أي مكان وتعتبر أنك أنت هنا هتحقق كل أحلامك، مفيش حاجة اسمها كده. أي مكان هتعيش فيه برضه هتبقى غريب، لأن ولاد ربنا في الدنيا غرب، لأن الدنيا بتحب الشر وتحب الظلمة، فولاد ربنا هيعانوا. في العالم سيكون لكم ضيق، مش هيبقى لنا راحة. وقال المسيح له المجد: لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه أبغضني قبلكم. وربنا يسوع له المجد هو نفسه بالرغم أنه جليلي ووطني، لكن يعتبر عاش غريب برضه. لا، غريب في أسلوبه، غريب في كلامه، وغريب في مبادئه، وفي الآخر الدنيا رفضته. فإحنا ماشيين زي المسيح له المجد، صعب الدنيا تحبنا قوي وتمسك فينا وتكرمنا على طول، ما فيش كده، طبيعة الدنيا مش كده. جئنا لنتغرب في الأرض. والقديس بطرس في رسالته يقول: أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. يعني بيكلم شعب الكنيسة يقول لهم كده: بفكركم أنتوا غرب ونزلاء، جمع نزيل، أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية وما تعملوش زي الدنيا. يبقى خطاب المسيحي دايما في فكرة الغرب عن العالم. إذ ليس لغنم عبيدك مرعى لأن الجوع شديد في أرض كنعان. وقالوا السبب طبعا المظبوط، ما فيش في كنعان دلوقتي رعي بسبب المجاعة، وفات أكتر من سنتين والمجاعة مش عارفين هتفك إمتى. طبعا يوسف عارف وفرعون عارف بناء على الحلم 7 سنين، يبقى فاضل 5. فالآن ليسكن عبيدك في أرض جسام. فكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك. شوفوا بقى مكانة يوسف، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك. تكريم مش عادي أن يقول له: شوف يا يوسف، دول أبوك وإخواتك، اللي أنت عاوز تعمله معهم اعمله معهم، أنت خيرك على مصر كلها. في أفضل أرض تختارها أسكن أباك وإخواتك. يبقى هو يوسف طلب محدود، قال احنا عاوزين حتة أرض مفصولة شوية عن المصريين عشان ما يبقاش في اختلاط شديد، عشان ما نجرحش مشاعر المصريين. يبقى يوسف بيطلب طلب مؤدب محدد صغير، وفرعون بيعرض بسخاء شديد. شوفوا دي بقى مثاليات التعامل. في واحد يدخل يقول فين حقي، يوسف ممكن يدخل ويتكلم لغة تانية، يقول أنا بقى لي حق عندكم، أنا اللي أنقذت البلد دي، وأنا اللي مش عارف بمثابة رئيس وزراء أو الرجل الثاني، فأنا عاوز وعاوز وعاوز. اللغة دي ما تريحش حد. إنما يوسف بيستأذن بالتضاع الشديد: ممكن تسمح لنا عيلتي يقعدوا في جاسان؟ وجاسان ما كانتش منطقة غنية ولا راقية، ولا هي منطقة رعي، لكن ما هياش يعني أحسن حتة في مصر. فبيطلب طلب على قده بالتضاع. عادة اللي يطلب بالتضاع وبأدب وأقل من حقه ياخد أكتر من حقه، واللي يطلب كده بطريقة مستفزة وجافة وشايف نفسه غالبا يضيع فرصته، لأن في الآخر فرعون برضه من حقه يقول أي حاجة. ده نفسك موقف حتى مع ربنا له المجد. اللي يدخل لربنا في الصلاة يقول له: أنا ما استاهلش حاجة، ما استاهلش، لكن بس لو إيه يعني ترحمني وتفك المشكلة دي، أو ترحمني وتديني شوية حكمة، أو ترحمني وتسامحني، يقوم ربنا يدينا أكتر أكتر مما نطلب أو نفتكر أو نظن. لما يدخل واحد عند ربنا يقول له: بص يا رب بقى، أنا صايم الصيام الرسل كله، وإيه بس أصلي مش عارف كم مزمور، وبتناول كذا، فلي حق عندك بقى تعمل لي ومتعمل لي. طبعا ما يجدش نعمة أبدا في عينين ربنا، ويقول له لو هنتحاسب بالحق تعالى
تعال اقول لك بقى ده انت عامل وعامل وعامل، ويبقى انت اللي هتضيع فرصتك لما تدخل بالطريقة دي. في أفضل الأرض اسكن أباك وإخوتك ليسكنوا في أرض جاسان، يعني إذا كان يريحك يسكنوا في أرض جاسان، ما عندناش معنى. وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي. برضو ده عرض سخي جدا. ليه؟ فرعون ثقة في يوسف، وعارف أن يوسف ده مش يعني مش بيفكر في نفسه، وشخص أمين مش أول مرة يجربه. فقال له شوف أنت، لو منهم ناس عندهم كفاءة حقيقية في إدارة رعي الأغنام، طب ليه ما يشتغلوش معانا في الدولة ويبقوا زي إيه، زي يعني مركز في وزير زراعة، وزير رعي، يعني إذا كان في حاجة بالمعنى ده. هنا تلاحظوا حكمة فرعون كمان، لأن في الزمن ده الفراعنة كانوا حكمة. هو عاوز يجامل يوسف بس ما كسرش مبدأ مهم جدا، انه المكانة للكفاءة مش للقرابة. يعني ايه؟ يوسف هنا دول قرايب، ويوسف يعني رئيس وزراء، يجيب العيلة ويقعدها على الكراسي، لا ما ينفعش الكلام ده. فرعون يقول له لو لقيت فيهم حد ذو قدرة، يعني لو الكفاءة اجتمعت مع القرابة ماشي، لكن ما فيش كفاءة لا، خلي كل واحد في مطرحه. إذن يوسف ماشي على مبدأ الكفاءة هي اللي تقيم، وهي اللي ليها يعني المكانة، المكانة تبقى للشخص الكفء الأمين الخبرة اللي ينجح الدنيا، مش لأن قريبه فلان ولا علام، حتى لو كان يوسف. وعشان كده ما سمعناش الحقيقة أن حد منهم اتعين في مركز في مصر، لأن غالبا يوسف بأمانته كمان لم يجد في الحداشر حد يصلح للمكانة دي، وهو ما بيجملش في الحق، فسابهم في جاسان يرعوا غنم أبوهم، لكن ما سمعناش أن واحد منهم خد مكانة في وزارة أو خد مركز كبير، لأن فرعون بيعرض، لكن يوسف كمان بيفكر في مصر قبل ما يفكر في عيلته، بيفكر في مصر قبل ما يفكر في ناسه، ودي من أمانته. أما فرعون فبيخيره بأدب شديد. ثم أدخل يوسف يعقوب أباه. الاستقبال الأولاني كان حلو، فرعون قابل إخوات يوسف باحترام ورحب بيهم ووعدهم وقال ليوسف اللي تحبه اللي تشوفه، فيوسف قال له أرض جسان كويسة، وتم الاتفاق. يعقوب بقى ما يحضرش الاتفاق كرامة ليعقوب. شوفوا برضو يوسف وأدبه، هو عاوز يطمن ان ابوه بالذات هيعامل احسن معاملة. فبعد ما خلصوا الاتفاقات على المكان وهنعيش ازاي والنظام ايه، يدخل بقى بالكبير يعقوب عشان ما يدخلش في الايه، في الفصال، يعني لو هيحصل فصال او اخذ وعطى، لا يعقوب ما يحضرش الكلام ده. كأن يوسف باصص لابوه باجلال شديد، انه انت اكبر من انك انت، يعني انت اللي تطلب، لا يا ابونا يعقوب انت ما تطلبش، احنا نطلب لك. فدخل يعقوب بعد الحتة دي. ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون، وبارك يعقوب فرعون. هنا ده طبعا كلمة غريبة جدا. ليه؟ عادة الناس تدخل قدام فرعون تسجد. ولو افتكرتم اخوات يوسف لما دخلوا قبل يوسف اول مرة كلهم سجدوا، وساعتها هو افتكر الحلم بتاع زمان. ده كان نظامهم في مصر، فرعون ده زي ربنا بالنسبة له، ويوسف كذلك يعامل معاملة فرعون. إنما هنا اتقلب الموقف، يبدو أن فرعون نفسه وطأ قدام يعقوب، انحنى قدامه، لأن كلمة بارك غالبا في الكتاب مرتبطة بفكرة أن واحد بيحط إيده على واحد. يعني ملكي صادق يما بارك أبونا إبراهيم غالبا حط إيده عليه، وعشان كده بولس قاعد يشرحها بالتفصيل ويقول مين ده اللي يبارك ابونا ابراهيم. ده ابراهيم ده ابو البركة، اما كانش المسيح نفسه الملك صادق مشبه بربنا يسوع. فهنا كون يعقوب داخل ببساطة وبتلقائية شديدة زي اللي حط ايده على فرعون، فرعون ترك نفسه لهذا الرجل الشيخ العجوز احتراما ليوسف وتقديرا لهيبة يوسف ليعقوب. يعني هو شايف يوسف بيعامل ابوه ازاي، فشايف ان يوسف ده بيحترم ابوه جدا،
تلقائيا فرعون كمان احترم يعقوب جدا، وده يدل على تواضع يوسف، لأن يوسف مهما كانت عظمته مع أبوه بالذات هو لسه صغير. والحقيقة ده عتاب لشباب كتير قوي لما بيكبر على والديه. صحيح احنا بنقول للآباء دايما إن كبر ابنك خويه، يعني لما ابنك يكبر عامله كأخ. لكن كمان يا شباب مهما كبرتم يفضلوا آبائكم وأمهاتكم فوق راسكم، وبركتهم غالية وإكرامهم وصية دائمة. اكرم أباك وأمك دي ملهاش شروط، ملهاش حدود. يعني إيه؟ مش في حالة إن هم مريحين، ولو متعبين تكرمهم، ولو مرضى تكرمهم، ولو ما بقوش مركزين تكرمهم، لأن دول والديك. فهنا يوسف بيكرم يعقوب وهو إيه؟ رجل شبه ضرير، ورجل راعي أغنام، يروح فين في الفراعنة وعزهم. لكن مع هذا الإكرام الشديد فرعون نفسه عنده مبادئ عالية برضه، فيبدو أنه انحنى أمام يعقوب. بارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب، طبعا هنا مش هيسأله شغلتك ايه، الراجل طبعا معروف أنه راعي غنم وما بيشتغلش دلوقتي. لكن شكل يعقوب طرح سؤال. يعقوب شكله زي المحني والهم قطع في وشه كده يعني، أو السنين يعني معلمة فيه. فافتكروا مثلا 400 سنة 500 سنة، ما هو كان يسمع أن العبرانيين معمرين، لأن نوح ده قعد له 900 سنة وكسره. فيعني يمكن اتهيأ له أن يعقوب ده قاعد بقى كذا 100 سنة يعني، بما أنه شكله كده. قال له كم هي أيام سن حياتك؟ أنت وصلت كام؟ فقال يعقوب لفرعون أيام سني غربتي. ما يقول سني حياتي. تاخدوا بالكم كلمة الغربة زي ايه لازمة في كلامهم، كلهم حافظين كلمة الغربة. ليه؟ احنا مش عايشين هنا على طول، احنا ماشيين، احنا في غربة وهنخلصها ونروح. فأيام سني غربتي 130 سنة. قليلة قليلة يعني طبعا بالنسبة لنا ربنا يدي العمر، لكن بالنسبة للأجيال اللي قبل كده ما هياش كبيرة قوي يعني. قليلة وردية، دي بقى كلمة غريبة قوي. ان يعقوب كأنه في اللحظة دي استرجع شريط حياته كله كده، وقال له اذا كنت مستغرب اللي انا فيه، انا عمري ما شفت ايام حلوة، انا ايام حياتي اغلبها ايام قاسية. وهنا طبعا الواحد يتساءل، يا رب يعقوب ده ابن اسحاق ابن إبراهيم، مفيش أغلى من دول عندك، وهو نفسه تاب وتأدب وحلو. يلخص حياته في الجملة دي، يبقى راجل بنقول عليه دلوقتي يعقوب قديسك، وبنسميه واحد من الآباء البطاركة الأوائل. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول البطاركة الأوائل، دول بطاركة التاريخ، مش بطاركة مصر مثلا، لا لا ده أكتر من كده، وكل الأجيال تتشفع بيهم. وبعدين تبقى حياته كلها تلخص في كلمة سنية حياتي قليلة وردية، لأن ربنا بيقول ما تنسوش إن هي سنية غربته مش سنية حياته. زعلانين ليه؟ إذا كانت غربة وماله لما تبقى قليلة وتبقى متعبة، في سبيل إن الأبدية تبقى طويلة وتبقى مريحة. يبقى ربنا عارف بيعمل إيه. آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. رضية ليه؟ لأنه يعقوب يعتبر أكتر واحد في العيلة دي تألم. لو رجعنا شريط حياته بعيدا عن أخطائه، هو مخطئ في حاجات كتير، لكن يعقوب من شبابه الصغير بعد عن والديه، وما بقاش عايش مع والديه بالعشرين سنة بسبب أزمته مع عيسو. عيسو عاوز يموته ففضل هربان. لابان غشوا 10 مرات واستغلوا، تعب في جوازه بال14 سنة. مراته المحبوبة ما كانتش بتجيب عيال في الأول، مراته في تاني عيل مشت ماتت. ابنه المحبوب جدا عليه يوسف قالوا له مات. بعد كده أولاده جابوا له الكافية وقعوه مع البلاد كلهم في مأساة شكيم دي. رعوبين ابنه البكر تخطى الحدود، ويعني عمل حاجة مشينة للشرف.
كل دي قصص في حياة يعقوب مقطعة معلمة فيه كده علامات شديدة قوي. فعقبال ما وصل لل 130 كان يعني زي اللي ايه 20 حياة في بعض كلها مآسي. فقال له خليلة وردية سنية قربتي. المثل ده يعزينا ليه؟ بعض الناس تقول له يا رب مش انا غالي عليك، ليه معاني مع انك بتحبني تسمح لي بالالام دي؟ ليه واحد يبقى غالي عليك حياته تبقى مش سهله؟ ليه في مرار في حياه اولاد الله؟ لا، المرار ده دواء، المرار ده مهم. المر ده هو اللي بيدخل السماء في الاخر، ده الباب الضيق، ده الطريق الكرب او الطريق الضيق والباب الطريق الكرب والباب الضيق. ده الحياة الأبدية مرتبطة جدا بكمية الآلام دي. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فاللي باصص للحياة إنها غربة ودايما يقول هتنتهي هتخلص هتخلص يتصبر مهما كانت صعوبته. أيام سنية غربتي 130 سنة قليلة وردية كانت أيام سنية حياتي ولم تبلغ إلى أيام سنية حياة أبائي في أيام غربتهم. يبدو انه في زمانهم كان الواحد يقارن عمره بجيله ويعتبره ان العمر علامة رضا من الله او علامة بركة. دلوقتي مش شرط في العهد الجديد لان السماء مفتوحة والفردوس بيستقبل ارواح الابرار، ما نقولش ان العمر الطويل يعني معناه ربنا راضي على واحد والعمر القصير معناه ربنا غضبان عليه. لا، طب مستفانوس مشي بدري ويوحنا المعمدان طلع بدري او يعقوب الرسول. فخلاص في العهد الجديد ما بقاش طول العمر علامة رضا، ما بقتش كده خالص. انها في العهد القديم طول العمر علامة رضا، لدرجة الشريعة تقول اكرم اباك وامك لكي ايه تطول ايامك على الارض. ففي كذا وعد باطالة الايام لان هم مش قادرين يفهموا الابدية لسه، مبتدئين. فبالنسبة لهم ربنا يدي العمر الطويل دي بالنسبة لهم معناه ربنا راضي عنهم. فيعقوب زي اللي دلوقتي حاسس انه مكسور وخجلان من تاريخه، قال اصلا ما كنتش زي جد ابراهيم. جد ابراهيم ده كان خليل الله، كان ايمانه حلو، ما كانش يكذب زي، ما كانش يغش زي، ولا كنت زي ابو اسحاق. ابو اسحاق حط نفسه على المذبح وكان مستعد يذبح عشان ربنا. لا، انا كنت الف وادور وبقى نفسي اكسب واوصل. أبو إسحاق كان طيب، أي حد ياخد منه أي حاجة يسيبها له. فطبعا دول عاشوا كتير، إنما أنا مش هعيش كتير زيهم لأن أنا ما كنتش حلو زيهم. وكأن يعقوب دلوقتي تحسوه بقى منكسر القلب، متواضع، خجلان من نفسه، عارف كتير خطاياه ودايما باصص كده، أنا ما استاهلش يا رب إن أنا أشوف يوسف بعيني. ده أنا يعني اللي عملته فيك يخليني أستاهل عقاب أكتر من كده. وبارك يعقوب فرعون مرة تانية وخرج من لدن فرعون. يبقى هنا يعقوب أكثر عظمة في الروحانية، يعني فرعون عظيم جدا في الغنى في العلم في المركز في القيمة، لكن في عظمة أخرى لها معيار مختلف، حاجة اسمها العظمة الروحية. لما التلاميذ اختلفوا عن من الأعظم المسيح زعل، قال لهم انتوا هتقيسوها ازاي من الأعظم دي؟ رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، اللي عاوز فيكم يبقى عظيم يبقى خدام للكل. فهنا في عظمة مختلفة خالص. نسمي مثلا واحد زي أنطونيوس العظيم، أنطونيوس بينشتي أبانتوني، له لحن جميل كده العظيم. ليه؟ ده أب الرهبنة. طب ما هو يعني ايه عظمته هنا؟ عظمته انه خد خطوة جبارة وعاش بنقاوة ومشين وراء مئات الالاف ويمكن ملايين من الرهبان عبر العصور اقتدوا بطريقه، ده عظيم طبعا. بارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض في أرض رعمسيس، دي منطقة في جسان، كما أمر فرعون. وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. يوسف تعهدهم ومن الأول بعت لهم قال لهم تيجوا مصر وتسيبكم من كنعان وأنا هعولكم كلكم بولادكم.
ويوسف مع كل الصفات الجميلة اللي فيه يتسم بالأمانة، يتسم بالوعد بالكلمة. لما قال كلمة ما يرجعش فيها أبدا، حتى لو شايف أن إخواته لسه فيهم طباع مش قوي، وعارف أن هم مش أمناء مع ربنا كفاية، لكن خلاص وأداهم كلمة. فظل يوسف وفيا للوعد اللي قاله مهما كانت الظروف. قال عال بيت يعقوب وكل بيت أبيه بطعامًا على حسب الأولاد، يعني حصص ثابتة ليهم عشان ما يحتاجوش. ولم يكن خبز في كل الأرض، ما زالت المجاعة مستمر، لأن الجوع كان شديدا جدا، فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. الأرض بقى إيه؟ بورت خالص، جابت آخر، ما بقاش في خالص أي نوع من الزرع على ثالث سنة من المجاعة. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر. خلي بالكم الناس كانت بتدفع فلوس عشان تاخد القمح، من أول يوم قال لا محدش ياخد ببلاش، لازم تدفعه. فالناس بقت تدفع تدفع تدفع، خلاص ابتدت الفلوس تخلص. فبقى خزانة فرعون بقى يعني مليانة كل فلوس البلد، كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا. حتى اللي بيجوا من كنعان ما هم بيدفعوا، فهم كمان خلصوا فلوس. وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. تلاحظوا هنا يوسف ما قالش ادوني نسبة مثلا، ولا فكر في نفسه، لا الموضوع مشغلوش، هو عنده هدف واضح، أعدي بمصر المرحلة الصعبة دي، أنقذ الناس من مجاعة، أن كل الناس تشبع وتعيش حياة كريمة مهما كانت الظروف. طب انت مش بتفكر في نفسك؟ لا فكر في نفسي ليه، دي مسؤولية. فهنا عظمة يوسف انه ما تلاقوش بيفكر في نفسه خالص مع كل المكانة دي. جمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي ارض كنعان بالقمح الذي اشتروا. وجاء يوسف بالفضة الى بيت فرعون، فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن ارض كنعان اتى جميع المصريين الى يوسف قائلين اعطينا خبزا فلماذا نموت قدامك، لأنه ليس فضة أيضا. فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. طب هنا دي مش قسوة؟ واحد يقول لا ده زودها بقى، هو عارف أنهم مش بيكذبوا، دي مجاعة بجد. هو معاهم حق وهو معاه حق. ليه؟ لو خدوا حاجة ببلاش على طول ترخص وتروح قيمتها، حتى في قمة المجاعة لو طلعت أمحاية من غير أي مبلغ أو أي حاجة تدفع حتى لو كانت المواشي، يبقى على طول إيه؟ مش هتستخدم في مطرح. عشان كده احنا نقول نقطة المية غالية، كل حاجة المفروض الواحد يعمل لها حساب، لكن الناس اللي بيجي لها كل حاجة ببلاش هيعملوا لها حساب ليه؟ لماذا نموت قدامك؟ ليس لنا فضة أيضا. فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم. فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف، فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم وبالبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم، عدت السنة دي كمان. ولما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية، الثانية هنا يعني اللي بعدها، لكن احنا يعتقد أنها بقت رابع سنة مثلا. وقالوا له لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا؟ اشترينا، هم اللي رايحين بيقولوا لهم إيه؟ اشترونا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، واعطي بذارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا. لسه عشمانين أن الأرض هتزرع، فبيقولوا له طب بس إيه؟ اشترينا وناخد قصادنا بذور ناكلها والارض تاكلها عشان يبقى في امل. واحد زي العلامه اوريجينوس قرا القصه دي بطريقه رمزيه وقال شوف الناس تبيع نفسها ازاي. الناس رايحين لفرعون يقولوا له خلينا عبيد عندك، زي الناس اللي بتروح للشيطان تقول له ايه؟ اشترينا احنا عاوزين نبقى معاك. بينما هيجي في سفر الخروج موسى عاوز يخلص الناس من العبودية، في الوقت اللي احنا كمسيحيين عاوزين نتخلص من عبودية الشيطان، في ناس في العالم بتروح للشيطان برجليها تقول له ما احنا هو يلا اشترينا بحالنا ومالنا واجسادنا وكل حياتنا. وبعدين له تأمل لطيف هنا، يقول اول حاجة يدفعها الواحد لما يدي نفسه للشيطان الفضة. الفضة في الكتاب دايما رمز للانجيل نفسه،
لأن يقول كلمة الله مثل فضة مصفاه مجربة 7 أضعاف. فالفضة رمز للكلمات الإنجيل. أول حاجة الواحد يعملها عشان يروح للشيطان، أنا مش بقول لكم تعملوا كده، بحذركم يعني، إنك تركن الإنجيل. أول ما تركن الإنجيل أو تديه للشيطان، يعني تقول له لا الفضة دي مش عاوزها، خلاص كده أنت إيه، هو مسكك. طالما الإنجيل بعد عنك يبقى أنت إيه، هتبيع ورا بعض. بعد كده تبيع إيه، الأمور الخارجية، الفلوس والشغل كل ده يروح للشيطان. وبعد كده تبيع جسدك، يبقى مخك وعينيك وجسدك وكله ده بقى للشيطان. فيبقى الشيطان داخل حتة حتة كده. أول حاجة ياخد كل الوقت عشان يقولك إياك تصلي ولا تقرأ الإنجيل. فكده يبقى اشتراك، واحدة واحدة بقى يشتري كل ما لك ثم يشتريك أنت. التعبير الصعب اللي جه عن يهوذا لما تقال إذ كان الشيطان قد ملأ قلبه، ده ما جاتش من أول مرة، دي جات من بدري، حتة بحتة عمال الشيطان يدخل 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 لغاية ما إيه، ملأ قلبه وعقله. عشان كده ما ادالوش فرصة يتوب ولا يتراجع ولا ياخد باله إن هو أجرم وإن ربنا حنين، كل ده ما جاش في دماغه فهلك. أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي عن سيدنا إذ فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي، لم يبقى قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا؟ اشترينا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون. برضو ده اللي حصل مع الابن الضال، لو تذكروا الابن الضال كان معاه فلوس الأول، فالشيطان خلص على فلوسه، خلص على الإنجيل اللي في قلبه، وبعد كده بقى ابتدى يتزل ويشتغل لغاية ما بقى أقل من الخنازير. ساعتها التوبة رجعت كل حاجة. واعطي بذارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا. فاشترى يوسف كل أرض مصر الفرعون. برضو ما زلنا مش بنقول أنه يعني مش بنتكلم في لغة حكومة ودولة، لا، بس بنتكلم أنه يوسف أمين في المهمة بتاعته، وعشان يتممها بنجاح لازم يعدي 7 سنين دي، وعشان يعدي لازم تبقى ايده ناشفة، لازم تبقى ايده جد جدا، مفيش تسيب، مفيش استثناءات، مفيش معلش. فهو حاطط شروط. بعد كده فرعون عاوز يرجع للناس الارض، ما يرجع لما الدنيا تبقى سهلة، بعد كده عاوز يفكها على الناس يفكها، انما يوسف الراجل عنده مهمة محددة لازم يتممها ويعدي 14 سنة. فاشترى يوسف كل أرض مصر الفرعون، إذ باع المصريون كل واحد حقله، لأن الجوع اشتد عليهم فصارت الأرض الفرعون، وأما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصى. هنا كإجراء وقائي كمان، برضو يوسف كله حكمة، كله إدارة تدبير. القرى أو الحتت البعيدة عن المدن فيها فقر صعب، فابتدى يجمع الناس في المدن لأنه خلاص ما فيش زرع، فالناس هتموت هناك، ففي المدن برضو يبقى في نظام توزيع أفضل وأدق عشان الناس كلها تاكل لغاية ما المجاعة تخلص. إلا أن أرض الكهنة لم يشتريها. هنا بقى كان مقيد ببعض العادات المصرية أو أفكار الفراعنة في الوقت ده، أن كهنة الفراعنة كانوا ليهم حصانة كده حدش يقدر يقرب منها، فلا يقدر ياخد أرضهم ولا حلهم ولا مالهم، كانوا ساعتها كده كانوا مسيطرين على الفكر كهنة الفرعون. إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، ده بالعكس فرعون بيطلع لهم مرتبات، في مجاعة ما فيش مجاعة، دول عايشين مرتاحين. فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضهم. طبعا ده بتاع الدنيا، كلام الدنيا، لكن لما نرجع لنظام ربنا في العهد القديم ونظام العبرانيين، ربنا لما وزع الأراضي على ال 12 سبط قال سيبولي سبط الكهنوت ما ياخدش أراضي، بالعكس بقى سبط لاوي ما يكلوش أرض ولا غنم. طب ليه يا رب؟ قال لي أنا نصيبه. أنت نصيبه يعني إيه؟ أنا نصيبه يعني لازم يصدقوا فيا، وأنا أغنيهم أكتر من الأراضي اللي عند أي سبط، وما يبصوش لأي سبط، هم هيبقى عندهم خير أكتر من كل الأسباط. عشان كده يقولوا نصيبي هو الرب. فنصيبه يعني ايه؟ اللاويين ما ياخدوش ارض محددة زي بقية الاسباط، لكن في كل سبط يطلع لهم عشر الخير اللي بيجيله. فيبقى هم شغالين لربنا بس في العبادة، في الهيكل، في الترنيم، في
في الذبائح في كل ما يخص العبادة، والفعل مستحق أجرته، ما ينشغلوش بشغل الدنيا ولا ليهم في الأرض. فقال يوسف للشعب: إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هو ذا لكم بالذر فتزرعون الأرض، ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون. قال لهم: بصوا بقى، اتفقنا اتفاق، أنا دلوقتي الأراضي بتاعت فرعون، والبذور كمان بتاعت فرعون، فشوفوا بقى النظام بعد ما تفك المجاعة، أنتوا تاخدوا البذر وتزرعوا الأرض، وعشرين في المية يفضل دايما لفرعون إلى آخر العمر. قالوا له: يا ريت، ده انت كده تبقى طيب علينا. يعني ايه؟ كأن الارض بقت مش ملك، بقت ايجار، فهمتوا الفكرة؟ والبذور نفسها كمان بالايجار، والمحصول 20% لفرعون على طول، بقت زي ضريبة ثابتة بعد كده، ما كانتش موجودة قبل كده. تعطون خمسا لفرعون، والاربعة اجزاء تكون لكم بزارا للحقل، وطعاما لكم ولمن في بيوتكم، وطعاما لاولادكم. فقالوا: احييتنا. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ عرض سخي جدا، ده كتر الف خيرك، ما عندناش ادنى مشكله ان في المستقبل نفضل طول العمر من اما الارض تطلع خير نطلع 20% لفرعون، بس نعدي الايام دي. ودي طبيعه اي ازمه، انه في الازمات بيبقى الواحد مستعد يوعد باي واحد، لانه عاوز يعيش، عاوزها تعدي. والحقيقه هنا يوسف لم يستغل الفرصه ويعني يذبحهم، يعني لانه هو مش طماع ولا عاوز حاجه لنفسه، بس هو ثبت نظام زي نظام الضرائب دلوقتي على كل الناس اللي هتشتغل. عمل 20% دي نظام ثابت، يبقى كل انتاج الارض هيطلع 20%، لان اصبحت الاراضي ملك الدولة بقى، او رجعت ملك الدولة، مش ملك فرعون في زمانهم، يعني مش ملك الناس. فقالوا: احييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. تصوروا واحد بيوعد الناس ان يأكلهم وياخد منهم ويقولوا له: يا ريت تقبلنا عبيد عندك. واحنا بنعمل ايه مع ربنا؟ ربنا بيوعدنا بالحياة الابدية، وبيوعدنا بحياة ارضية وستر ورعاية وحب وكل حاجة، ومش راضين نقول له: ليتنا نجد نعمة ونكون عبيدا عندك. مش عاوزين. يقول: انا مش عاوزكوا عبيد، انا عاوزكوا اولادي. واحنا برضو مش عاوزين. تصوروا أهل العالم بيشحتوا يبقوا عبيد عند فرعون، وربنا له المجد بيعرض علينا مش نبقى عبيد عنده، نبقى عياله، وبعد كده نعمل زي بتوع الدنيا، ما نعملش زي بتوع ربنا. نبقى برضه عاوزين نمشي المصريين القدام، ونقول: ليتنا نجد نعمة فنصير عبيدا عند فرعون. ليه تعمل في روحك كده؟ إذا كنت ابن ربنا تشتهي تبقى عبد فرعون؟ أنت أبوك ربنا، ده العرض اللي عندك مش عند حد. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم. أنهي يوم بقى؟ موسى بيكتب الشريعة، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، بعد أحداث سفر التكوين مش أقل من 400 سنة. فلما بيقول إلى هذا اليوم، يبقى يقصد في وقت تسجيل كتاب سفر التكوين ما زال نظام مصر بيدفعوا ضرائب 20% في الوقت ده. اللي بدأ القصة دي يوسف، بدأها بعد المجاعة بمصالحة مع الشعب، بقرار شعبي الناس كلها أجمعت عليه، وكانوا فرحانين جدا بالعرض اللي قدمه يوسف، والكل متفق عليه. ودي شطارة القائد، إنه يخلي القرار شعبي مش قرار شخصي، عشان يبقى دايما إيه؟ مسنود بأن الناس كلها متحمسة للتنفيذ، مقتنعة، حتى لو هو في مصلحة الناس، والناس طبعا هتبقى ماسكة ايديها والظروف ضيقة، انما هو كده خد كل الناس في صفه وبقوا مبسوطين جدا، لدرجة بيقولوا له: يا ريتنا نشتغل كده على طول. جعلها يوسف فردا على ارض مصر الى هذا اليوم لفرعون الخمس، الا ان ارض الكهنة وحدهم لم تصير لفرعون، دي ما قدرتش عليها يوسف، لان في حاجات وقفاله. وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا. فكرنا بإيه بقى الحتة دي؟ الوعد القديم بتاع أول سفر التكوين، أكثروا واثمروا واملأوا الأرض، الوعد ده ساري، طلع من فم الله له المجد، ووعد ساري. فأول سفر الخروج مع ضيقات العبرانيين برضو الوعد ساري، هتلاقي مع كل الضغط اللي عليهم
برضو العيال بتزيد. بمعنى ايه؟ ان ربنا بيبقى له حكمة عالية حتى في الإثمار والإكثار. مع الاستقرار الروحي عادة يبقى في ثمر روحي. هنا لما قعدوا في أرض جسان، هم كانوا على فكرة كلهم 70 نفر لو أنتوا فاكرين، هنعدي كم صفحة هنفاجأ ب600,000 واحد، وطبعا ده رقم مش عادي، حتى لو حسبته على 400 سنة برضو يبقى إيه التكاثر عالي جدا. لكن احنا بناخدها بمعنى روحي، لما يكون واحد مستقر في أرضه يعني عايش في سلام مع الله يطلع ثمر روحي، ربنا يكتر بركاته وفضائله. مشكلتنا ان احنا ساعات نبقى مشتتين تايهين، مخنا عمال يرمي شمال ويرمي يمين زي اللي مش قاعدين في أرض مش مستقرين. مع عدم الاستقرار النفسي والهدوء النفسي تلاقي مفيش ثمر. عشان كده الآية تقول في أشعياء: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم فلم تشاءوا. يبقى الواحد لما يكون ساكن هادي مستقر يبقى مركز مع ربنا، مركز في صلاته، مركز في إنجيله، مركز في خدمته، يبقى في ثمر متكاثر. الوعد اللي قاله المسيح بقى اللي يهمنا في العهد الجديد الكلام الروحي، على فكرة دلوقتي كتر العيال مش علامة بركة برضه، إنما كتر الثمر الروحي هو البركة. زي ما قلنا طول العمر زمان برك، دلوقتي طول العمر ما يفرقش، المهم الأبدية. كمان كتر العيال زمان بركة، إنما العيال دلوقتي مش هي البركة، الثمر الروحي هو البركة. فربنا يسوع يقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كل غصن يثبت فيه يأتي بثمر، وكل ما لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يبقى هنا دي البركة بقى، ان الواحد يثبت في الكرمة، مركز في ربنا، عايش معاه، ففي ثمر روحي. ثمر الروحي منه ثمر داخلي ومنه ثمر خارجي. ثمر الداخلي نقاوة قلب، سلام، فرح، محبة، طهارة، ايمان، بساطة، حكمة، كل دي حاجات داخلية. والثمر الخارجي الناس كلها تتأثر وتعرف ربنا بسبب هذا الشخص الثابت، الغصن الثابت ده يجيب ثمر، يكسب نفوس يعني. تملكوا واثمروا واكثروا جدا. تملكوا جاي الأول ليه؟ لو ما ملكتش حواسك وملكتش أفكارك وما ملكتش لسانك لا يكثر ثمرك. عارفين لما واحد يقول لك ده مش مالك روحه، مش مالك نفسه. مش مالك نفسه يعني ايه؟ كلمة بتطلع لوحدها، والفكرة تشت لوحدها، والنظرة طالعة لوحدها، ومخه ملخبط، طب ما هو ده هيجيب ثمر ازاي؟ انما مالك الارض يعني كل حاجة كده في ايده، مالك روحه خير ممن يملك مدينة. فحين نتملك ارضنا بالروح القدس يبقى كل شيء في حياتنا مقدس، ويبقى للرب الارض كلها، يعني عقلك وقلبك وعينيك ودانك وإيديك ورجليك، كده تقدر تقول يلا نثمر ونكثر جدا. وعاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة، ده الفترة الأخيرة اللي قبل ما يمشي بقى. فكانت أيام يعقوب سنة وحياته 147 سنة، لأنه دخل لفرعون يقول له حياتي 130، عاش على كده 17 سنة بس. طبعا يمكن تكون أجمل 17 سنة. ليه؟ مع الغلب اللي شافه السنين دي كلها، كونه يوسف بيعدي عليه كل يوم وشايف يوسف بعينيه، وشايف كمان عيال يوسف، وده هيقوله الإصحاح الجاي، قال له: ما كنتش فاكر ان انا هشوفك، ربنا وراني عيالك، يعني حاجة ابعد ما تكون عن توقعاتي. فيعقوب بقى شايف كل الناس مستقرة، ولاده مستقرين وشبعانين، واحفاده وابنه في مركز كبير قوي. فقضى 17 سنة الاخيرة من عمره في حياة شكر، حياة تسبيح. والتسبيح والشكر بيبقوا يعني أحلى خطوة قبل ما تحط رجلك في السماء. اللي يعرف يسبح كتير يبقى خلاص كده أي زق أو يدخل السماء، لأن اللي مقضيها شكر وتسبيح أدرك قد إيه ربنا يستاهل الحمد، يستاهل الشكر، وبالتالي دخلته على السماء دخلة طبيعية، لأن في السماء ما وراهمش غير كده. فكأن آخر 17 سنة ما عادش في طلبات، هيطلب إيه تاني؟ يوسف وشاف، وولاده بطلوا خناق الحمد لله،
وإن كان على الأرض الأرض كويسة والخير ملوش آخر ومفيش مشاكل، فما بعدش عنده حاجة يقولها إلا أشكرك يا رب. على أشكرك يا رب 17 سنة منها دخل يشكر للأبد. ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابن يوسف وقال له، لاحظوا برضو الكتاب ساعات يقول يعقوب ساعات يقول إسرائيل، وكأنه الكتاب المقدس عاوز ينبهنا يعقوب هو إسرائيل. إسرائيل ده الاسم الجديد، بس لسه يعقوب في الطبع القديم، ودي حياتنا احنا بعد المعمودية. احنا بعد المعمودية طبيعة جديدة، خليقة جديدة. هل معناه ان احنا ما بنغلطش؟ لا، في يعقوب بيطلع كل شوية، يعقوبنا شغال. يعني ايه؟ لسه شوية طمع، لسه شوية غيرة، لسه شوية إدانة، لسه الواحد يخاف على روحه، لسه كسل، لسه كبرياء. ايه ده؟ ده مش تبع الطبيعة الجديدة، مش تبع إسرائيل، ده تبع يعقوب. ولا يخلو الأمر من إسرائيل. يعني ايه؟ بنحب الصلاة ونحب ربنا ونحب الخير ونحب ندي كويس في حاجات حلوة. يبقى الصراع بين يعقوب وإسرائيل ده صراع داخلي، كل واحد في الاتنين دول، في شاول وبولس، في سمعان وبطرس، في يعقوب وإسرائيل، كل واحد فيه حتة إنسان عتيق اتهزم بالمعمودية لكن ما تلغاش، لسه لازم نقاومه طول العمر. عشان كده يقول تغيروا عن شكلكم، شكلكم يعني بتاع يعقوب، بتجديد أذهانكم عشان تختبروا الشكل الجميل بتاع إسرائيل بقى، رجل الله اللي المفروض كلنا نبقى عليه. فيقول لما قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابن يوسف وقال له، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك ضع يدك تحت فخذي واصنع معي معروفا وأمانا. عندهم في نظام القسم يعملوا حاجة غريبة شوية. يبقى الرجل العجوز ده بياخد إيد ابنه يحطها تحت فخذه، إشارة لإيه؟ ما هو الفخذ ده إشارة إن النسل اللي هيطلع منه، إنه بعد ما أمشي يا ابني الكلام ده يمشي، ما يقفش لما موت. الاتفاق اللي بنتفقه ده يتحقق مع نسلي، مش يتحقق معايا انا، عمري خلص لكن اللي جاي ورا مني. فهنا حتة وضع اليد تحت الفخذ ده كان اجراء بتاع القبائل في الوقت ده، فكرة قسم ما يقفش بموت الانسان، يسري مع نسله، مع اللي طالع من صلبه يعني. فضع يدك على تحت فخذي واصنع معي معروفا وأمانة، اعمل معروف، ريحني في آخر حاجة. عاوز ايه بابا؟ لا تدفني في مصر. كانت مفاجأة غريبة جدا. ليه؟ في مصر انت يعني مركزك كبير قوي يا يوسف، ويعقوب طبعا هتتعمل له يعني مناحة وتتعمل له مدفن ويتعمل له هرم يعني ممكن. انما يعقوب لسه قلبه في كنعان، شاف مصر وشاف عزها لكن مش هي دي، هو لسه غريب. قال له لا يا ابني، انا عاوز مغاره المكفيله بتاعت ابويا وجدي، انا عاوز المكان الوحيد اللي اضطر جدنا ابراهيم يشتريه. قال مش هشتري في الارض كلها غير مدفن، لكن انا ملياش في الارض اي نصيب، اللي هملكه في الارض كلها مطرح القبر بتاعي بس. فلسفه ابونا ابراهيم او عهد ابونا ابراهيم مع ربنا انه لا يملك في هذه الحياه إلا كم شبر اللي هيحط رأسه فيهم، لأنه عينه على السماء، قال أنا مش عاوز حاجة من الدنيا. فلما اضطر حتى كانوا عاوزين يدوله فاكرين الأرض ببلاش، قال لهم أبد، لازم أدفع وأدفع كامل المبلغ. فصارت مغارة المكفيلة دي اللي هي مدفن هذه العيلة الكريمة جدا، عيلة أبونا إبراهيم اللي دفن فيها إبراهيم وسارة وإسحاق ورفقة، هو ده بالنسبة لهم أجمل مكان على الأرض. غريبة قوي يبقى مدفن وأجمل مكان. ليه؟ أصل في المكان ده معناها إن هما دلوقتي في السماء. يعني المكان ده مش بالنسبة لهم يعني جميل بطبعه، لا، هو جميل معناه إن دي النقطة اللي منها تحركنا للحياة الأبدية. خرجنا أخيرا من الجسد، رجعنا بلدنا بقى، انتهت غربتنا. فبالنسبة لهم المكان ده له معنى روحي عميق، إن ده نهاية غربتنا على الأرض. شوف الفكر الروحاني قد إيه مستقر ودسم حتى في حياة أبائنا الأوائل. وده اللي فسره بولس في عبرانيين 11 هو بيتأمل في حياتهم. قال إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول ناس عاشوا عيشة غريبة، عاشوا في خيام،
وتغربوا طول حياتهم مع أنهم أغنياء، لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريها هو الله، مش عاوزين ياخدوا أي حاجة في الدنيا. طب ده اللي يدفن في مصر ساعتها كأنه يعني يبخته. الناس كانت يعني تعمل أي حاجة عشان تدفن في مصر. قال له لا أنا مش عاوز أدفن هنا. وإيه واخد عليه شرط، قال له هموت فأنا مش هقدر إيه أتابع تنفيذ الاتفاق، لكن ده وعدك مع الأيام يا يوسف تحقق لي الرغبة الأخيرة دي، لا تدفني في مصر بل أضطجع مع أبائي، خليني أنام مع أبائي. طب سيجي سؤال يعني بسيط كده، هو هياخد باله يعني وهو نايم جنبه جده ولا جنبه أبوه؟ هو ميت. إنما بعض الآباء قالوها في طريقة جميلة، قالوا عشان لما يقوموا من الموت يبقوا أول حاجة شايفين بعض، لأن هما في الآخر هيقوموا، دول عندهم إيمان بالقيامة، فساعة ما يقوموا يبقوا برضو مع بعض ويبقوا أقرب ناس لبعض. ودي شهوة أي واحد يكون بيحب قرايبه وعيلته، بيقول احنا نتمنى ايه غير نبقى في السماء كلنا مع بعض قائمين منتصرين الى الابد. اضطجع مع ابائي فتحملني من مصر وتدفني في مقبرته. فقال انا افعل بحسب قولك. هنا تلاحظ يوسف برضو ايه في فضيلة جميلة، ما يفصلش كتير، ما يجادلش. هو كيوسف على فكرة القصة دي مكلفة جدا. ليه؟ لانه بحكم شخصيته ومركزه عشان يطلع يسافر يدفن أبوه كل الوزراء هيطلعوا والجيش كله هيطلع، وهتبقى شغلة كبيرة قوي في دفن يعقوب، وده اللي هيحصل. فالأسهل جدا أنه يعمل له مقبرة كريمة في مصر، وهو ممكن ما يكونش لأن هو معاش زي أبوه يعقوب في كنعان، يوسف أغلب حياته بقت في مصر، فمش شايف يعني قيمة قوي للمعنى. إنما ما يفصلش، حاول ترضي الناس في طلباتها، ما تقعدش تقنعهم بغير اللي هم بيقولوه، بالذات لما يكون طلب شخصي. بدل واحد مرتاح لحاجة وحاجة مش غلط ما تريحه، وانت لازم تقنعه بوجهة نظرك، لازم تثبت له ان هو غلطان. في ناس تقاوح كتير، مع ان يعقوب ده ممكن تقال عليه راجل كبير وبيخرف. لا هو مش كبير ولا بيخرف ولا حاجة، هو كبير في الروح، وشهوة قلبه دي شهوة مليانة نقاوة. ويوسف باصص له باحترام شديد جدا وبإعجاب، وبالتالي اللي يقوله يعقوب يمشي مهما كان صعب في التنفيذ. ويمكن أول مرة ليوسف هيطلع بإذن من فرعون خارج حدود مصر هيكون المرة دي، مكان يوسف ممنوع عليه يطلع بره مصر، دي هتبقى أول مرة في حياته بعد سنين طويلة قوي عشان خاطر يدفن أبوه. فقال احلف لي، فحلف له، فسجد إسرائيل على رأس السرير. إسرائيل يعقوب، طبعا إسرائيل ده غلبان دلوقتي في السرير وبيموت خلاص، دي خلاص اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة من حياة يعقوب إسرائيل. لكن في هنا تركيز في سفر التكوين على الأيام الأخيرة دي لأنها هتعلمنا دروس كتير. لكن عاوز يسجد، ده معناه أنه بيسجد كتير دلوقتي، جسمه مش مساعده يسجد، فيعمل ايه يعني يتكوم كده ويعدل دماغه بطريقة ويحاول يميل راسه، عاوز يسجد بأي طريقة. تصوروا احنا اللي لسه عندنا يعني صحة بنكسل نسجد، وواحد عشان اي عضلة في جسمه تتحرك تبقى يعني شغلانة كبيرة، لكن من شوقه للسجود عاوز يسجد بأي طريقة. ألا يبكتنا احنا اللي بنستخسر أجسادنا في السجود؟ واحد بيسجد على رأس سريره أو على رأس عصاف السبعينية مع آخر لحظات في عمره، كل اللي شغله أنه يسجد. أنا أذكر مرة رحت أناول واحد بعد ما تناول بحوالي 3 ساعات راح السم، وأنا بناوله فوجئت أنه مصر يقوم من على السرير وهو عنده حالة خطر جدا، وحاولت أقنعه قال لي مش ممكن أنا ما أقدرش أتناول وأنا قاعد على السرير. يا عم فلان يعني ربنا مقدر؟ قال لا، بالرغم ان هو خلاص في النزع الاخير وتحمل على نفسه عشان ينحني ويبقى واقف قبل ما يتناول ويسافر بعد كده. المشاعر دي تدل على تقوى حقيقية في القلب، لان هنا ما فيش حد بيقول له لازم، لا ما فيش لازم في الموضوع، لكن دي حاجة طالعة منه. السجود لما يطلع من الواحد من قلبه كده، هو ده اللي قال عنده المسيح السجود لله بالروح، بالروح يعني الروح القدس هو اللي بيحرك الواحد،
مش بقى قوانين وقواعد. حلو ان احنا نتفق على نظام وطنيات وتداريب، لكن اجمل ما فيها انه يكون قلبك اللي بيحركك تسجد لله شكرا لإلهنا كل مجد وكرام الأبد. ناخد آية واحدة، أخذ التعبير اللي قاله يوسف لأبوه: أنا أفعل بحسب قولك. قولوا معايا: أنا أفعل بحسب قولك. كمان مرة: أنا أفعل بحسب قولك. تفضلوا. نصلي.